وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال كريم يسال يقول متى يبدا حساب الاعمال على اساس شهر رمضان مثل التلاوه والخدمه، وهل يبدا من المغرب هذا اليوم ام من بعد صلاه فجر الغد؟ كل الاحاديث التي وردت في فضل رمضان، اذا كان اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجنان فلم يغلق منها باب، واغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت مرده الشياطين، كل هذه الأحاديث تبدأ من مغرب آخر يوم في شعبان، يعني من مغرب يوم الأحد اللي هو آخر يوم في شعبان. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عند النساء الذي كان يبشر فيه الصحابة من أبي هريرة، وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني في صحيح الترغيب، قال قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فأولا نبارك عليكم الشهر وعلى جميع المسلمين، افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة أو يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب أو يغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، أو من حرم خيرها فقد حرم. أسأل الله أن يمن علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونافقنا فيه لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.